لا توجد أي معلومات حول وقوع إصابات في هذه الحادثة، وأيضا هناك تقدير بأن عدد فرق الدفاع المدني التي يعني باشرت هذه الحادثة أكثر من 10 فرق، وشاركت معها أيضا كالمعتاد القطاعات الأخرى، ومنها إدارة بلدية الظهران ومزودة الدفاع المدني بصهاريج المياه. اللافت في الموضوع علي أن مجمع كهذا يعني في الواقع مفترض أن تكون أنظمة الحماية والسلامة والإطفاء هي ذاتية، وفي مثل هذه الحوادث يجب أن تعمل مضخات الإطفاء الذاتية، ولكن من السابق لأوان الحديث عن مضخات الإطفاء هل عملت أم لا. الدفاع المدني دائما ما يحث المنشآت التجارية بالذات الحيوية والكبرى بأن تكون ملتزمة بإجراء أعمال الصيانة على أنظمة الإطفاء الذاتية حتى لا تقع هذه الحوادث المتطورة.